الإكران هنا شوية. ولع النور. حركة. قبل ما نبتدي أحب أحذركم إن إحنا ما عندناش حواديت، وما تحاولوش تفهموا أي حاجة لأننا ما نقصدش أي حاجة، وكمان وقت الفيلم مش هقوله ولا هقول بيدور فين، وحتى اللي هيظهروا لابسين دكاترة أو بوليس ما هماش دكاترة ولا بوليس. ولا أنا كمان بقرة. أما أنا فحمار بجد. يعني الحكاية تمثيل في تمثيل، مفهوم؟ تمثيل في تمثيل. ايه يا وين؟ وحشك حسن يا امه. تعرف انك تشبهه الخالق الناطق. انت بالك قد ايه ما خدتيش الدواء يا امه؟ دواء ايه يا ابني؟ انا حلوه. اللي قلقني انه ما بيسالش. هو فرحه غير انه يبعت جوابات عن باريس ونسوان باريس الا ما بعت حته شوكولاته للعيال. ده اللي قال عليه سبانخ. عيب يا بنت، اخوك الكبير ابوك راح بقاله 6 أشهر ما بعتش جوابات. ابويا بخير واخويا بخير، خد بالك انت بس من نفسك. رايح فين؟ رايح اغسل وشي واعمل اقح. مفيش ميه، بوز الاقص قافل المحبس. قافل المحبس؟ علشان ابوك ما بعتلوش القسط. قسط ايه؟ مهر المحروسه كل شهر 100 جنيه. الدور والباقي علينا احنا اللي اتجوزنا ببلاش. جاتنا نيله في حظنا الهبات. بياخد من ابويا كل شهر 100 جنيه؟ ماما
بهيجة هاتي الأسرية الكبيرة، عصام صحي بياخد منه 100 جنيه متفقين على كده من قبل السفر. أحمد رايح فين يا أحمد؟ رايح فين يا ابني؟ سيبيه ينزل يفشكل الجوازة، ده خسارة فيهم. أبوك فين يا دارة؟ بقول لك أبوك فين يا دارة؟ أبويا؟ مع أمي. روح عند هيلو. لا يا أخويا ما أقدرش، أمي تموتني. بقول لك روح عند هيلو يا دارة، واحرق المكنة اللي هتهري صوابعك دي. إيه إيه يا دارة؟ في إيه؟ الله. إيه اللي جاب الأستاذ بساعة متأخرة زي دي؟ طبعًا طبعًا، مروق واخد حمامة. عندك مية؟ افتح له النحبس يا بابا. وترجع لي ال 100 جنيه اللي بتاخدهم من ابويا كل اول شهر، فاهم؟ مش عيب يا دارة، مش عيب تبقى عارفة ومخبية عليا بقى لك في عمارك بالتقسيط يا دارة ومن عرق ابويا. انت جبت حاجة من عرق اخونا؟ لا، سكيت اخوك الحمار ده احسن حرمه بالجزمة. لا 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 لا. انت ايه اللي صحاك؟ خش نام، النوم اللي زيك احسن يا اخويا. اخوك يا بت افتح له سرسوب يا بابا. الله، افتح له سرسوب يا بابا؟ مش حكاية سرسوب يا اختي. مش عيب عليك، مش عيب عليك بقى راجل يتعب ويشقى هناك عشان يدفع لك مهر بنتك؟ ما هو ابنه اللي هيتجوزها. طب ما تستنى لما ابنه اللي يدفع لك. اهو ده اللي بيسموه مربط الفرس. ادفع يا فالح، على النعمة من نعم ربي ما هيتجوزها الا من عرقه. وحس ان الجبله ووشك ما فيهوش ريحة العرق، يبقى على النعمة من نعمة ربي ما هتتجوزها. كل دي مية؟ كل دي مية؟ يا الله انت هتموت. كويس كده يا رنا. معلش يا احمد، استحمل شوية، بكرة يتقلنا شقتنا وميتنا. قوت يا حمار، انا عايز الفلوس اللي دفعها لك ابويا يا حاج. ما عندناش فلوس، ما انت داخل وخارج على البيت بقالك 10 سنين. يعني ايه؟ يعني لو كانت كل خروجه بجنيه كان بقى عليك فلوس تعجلنا قد كده. اه، معنى كده بقى انكم كنتوا متأجرالي بجنيه في الخروجه. عيب يا احمد، مش اداره اللي تتأجر بجنيه. مش سامع كلام امك يا اداره؟ امي تقول زي ما هي عايزه، امي وهي حره فيا، لكن انت لا. كمان الفلوس فلوس ابويا يا اداره، وانا ابن البكري. يعني الحكايه حكايه فلوس؟ ما تفهمنيش غلط، حكايه فلوس ابويا يا اداره كده. ايوه. طيب فتح فتح فسح. يا بنتي يا هبله يا مجنونه، بتعملي ايه يا بنتي؟ يا بنتي 10 سنين يضحك عليكي بازاز الكاكولا يا بنتي، ولا لحس الجرانيت؟ اوعي يا ماما تجيبيني، انا مش عقلي. اوعي يا بنتي، عقلي يا بنتي. يا بنت بتعملي ايه؟ اتفضل وريني عرض كتابك. انت وفلوس ابوك. ما تفهمنيش غلط يا ابو، مش عايزه اشوف وشك تاني. ده الصوابع اتهرس على شانك، حرام عليك يا مجنونه. وبعدين بقى بحبها يا حمار، وهي ما بتحبكش يا بارد. جدعه بنت، جدعه يا بنت. اهو الدكتور جه، اللي عايز يكشف على حماره بالسماعه يطلع في ايده نص جنيه ويقف هناك في الضلايه دي، واللي عاوز يكشف بلوش يبقى الكشف حاف من غير سماعه يقف هنا في الشمسايه. اوعى كده. بالسماعة هنا ويطلع نص جنيه بره سيالته. مخصوم منك 3 ايام. كل واحد يحط فلوسه في سيالته، الكشف هنا ببلاش للكل. بالسماعة بالزفت. ايه
الكل هيكشف بالزفت. يا سعاده الملك ولا كلمه. دخل الحمار عليه دور. ادخل يا حسن يا نيران. ماله الحمار؟ الحمارة اسم الله على مجامسة. مالها الهانم؟ ما بتاكلش ولادة في الزريبة وحرنان على الشغل في الأرض. وعينيها حمرة. ما بتنامش طول الليل وبسمعها وهي بتفرق في الزريبة. يمكن عشر. منين؟ إيه؟ الأزبة كلها ما فيهاش حمار ذكر. غريبة. في مواشي تانية بتنام معاها في الزريبة؟ منين؟ إيه؟ لا انا غلبان ما حنتيش غيرها. مين يا راجل انت اللي بينام مع الحماره في الزريبه؟ الحماره عشر. مفيش غير الولد ده. خد الحمارة وحيلك عليها شوية لغاية لما تولد. حمارة؟ لا مؤاخذة يا دكتور، هو اللي قطع السلسلة. هو مين؟ القرد دخل الزريبة من ورا. قرد ايه؟ الدور مش عليك. حرام عليك، أنا باكل منه عيش. الدور يا بني آدم. سيبه سيبه. والدور يا دكتور؟ يلعن أبو الدور دلوقتي. خلي بالك، خلي بالك، القرد ينط عند المعيز ويجيب لهم قد. خلي بالك ولدي مرعي. هيبقى شكله ايه يا دكتور؟ يلا 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 خد. هيبقى ولد ولا بنت يا دكتور؟ وانت جايبه العياده ليه يا راجل انت؟ ما بيرقص للبيل محافظ. نعم. المحافظه بتديني 10 جنيه في الحفله اللي احضرها البيل محافظ. حلو؟ حلو. لا مش حلو. عاوز اطمن يا دكتور. دي تالت محافظ ما يرضاش يرقص له. وقالوا لي في المرورية ان انت اللي تقدر تعالجه وتخليه يرجع تاني يرقص للبيل محافظ. ان ما كنتش انت اللي هتقولي، مين اللي هيقولي؟ ابوس ايدك. الولد خايف على ابوه ولا لامه؟ انا خايف. احسن يقولوا ان انا ضد البيل المحافظ. ابوس ايدك. ابوس ايدك. ابوس ايدك. انا ماليش في السياسه ولا في البيل المحافظ. اللي عليه الدور جامد والباب واطي. ده ايده كشف خارجي. البدورات جاهزة على التأشيرة. فيه ونظارين ونقاشين. بنات؟ لا لا مفيش بنات. 750 340 باريس. كابينة خمسة. الو. ايوه يا حسن. انا احمد اخوك. هتيجي امتى يا حسن؟ ارجوك. انا ما بقتش قادر استحمل. لا انا ما اقدرش اعمل زيك. انا غيرك. انا ما اقبلش كمان انهم يقولوا علي احمد سبانخ. استاذ احمد سبانخ؟ ايوه. النمره الثانيه في كابينه 14. متشكر. ايوه ايوه يا حسن. انا عارف انك فاهمهم وبتعرف تلعبهم بطريقتهم. انا كمان فاهمهم يا حسن، بس انا ناوي بقى اقطع رقبتهم. نسوان باريس ايه يا حسن اللي بتكلمني عنهم دلوقتي؟ يا حسن خليك معايا على الخط. يا حسن خليك معايا على الخط. الو. ايوه عاوز الاستاذ حسين عبد الرحيم لو سمحت. والله انا ابنه. ايه ازاي مفيش حد عندكم بالاسم ده؟ يعني ايه عندكم من سنه وبقاله 6 شهور مفيش عنه اي اخبار؟ الو الو. الو. مش لاقيين ابوك يا حسن؟ اتجوز ايه يا ابو علي بس؟ ده راجل عدى 70 سنة. ارجوك يا حسن، انا ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. هتجنن. لا مش ممكن هبقى سبانخ. طلعي. هات يا اخي. هات يا سيدي. وانت بقى خلي الكشف الحاف ينفعك. ولما بهايمك يجي لها البيري بيري تبقى تولول. يا عبد الفتاح حرام عليك. يا عبد الفتاح ده انا خاصم منك سنه لقدام. النهارده ترجع تبقى
تاني يا دكتور. في ايه يا دارة؟ لابسة اسود ليه؟ ابوكي مات؟ لا، ابوك انت. والسفارة بعت جثته النهارده. ليه كده يا بابا؟ كان لازم تتغرب. دينار ايه ودولار ايه؟ اديك هترجع في صندوق. معقولة؟ للأسف احنا مش هنقدر نسلمك الجثة يا دكتور أحمد. ليه؟ الجثة لابد من تشريحها، في شك ان هو مات مقتول. مقتول؟ مين اللي قتله؟ ده السؤال اللي هنسأله لك في الانتربول. بول؟ البوليس الدولي. اسمه ايه الكلام ده؟ البقية في حياتك في والدك يا ست هاني. ايه الفال المنيل ده؟ حاسب صوابعي، ابويا لسه عايش، ابوه هو اللي مات. هربت يابا وسبتيني الحلم. الكل بيهرب خلاص. حسن يسافر وانت تموت. معقولة حاضر انا ست؟ قالوا لك ايه يا حبيبي؟ تصوري عايزين يطلع ابويا ارهابي. شوف كده يمكن تلاقي فيها فلوس يا احمد. اصله كان قايل انه هيجيب لي ساعة، فهو مات قبل ما يجيب لي الساعة. اقري. في ايه يا دارة؟ مفيش. ابوك طالب منه قسط المهر. حقه؟ كتكسر حقك. شوف كده يمكن له حساب في البنك. شوف كده يا احمد يمكن تلاقي. اقري. كفوا عن ارسال الشكاوى للحكومه والا سنمنعكم بالقوه. يعني ايه؟ هم دول اللي قتل ابويا. انا مش فاهم حاجه. الناس اللي بعتت له الجوابات دي هي اللي قتلته، لانهم كانوا عاوزين منه اتاوى كل شهر. غير اتاوى ابويا؟ هو رفض، بس هو وافق مع ابويا. في يا استاذ؟ انا احمد عبد الرحيم ابن الاستاذ حسين عبد الرحيم اللي انتوا بعتوه. ايه الهيصه دي؟ انا عاوز ثمن ابويا. ايه؟ انتوا مش بتتاجروا في البني ادمين؟ في العبيد وبتسفروهم؟ ابويا بقى كان من عبيدكم وقتلتوه، لازم يبقى له تمن دية. انا مش فاهم حاجة. ابويا خدتوه وشغلتوه بره وطلبتوا منه ربع مرتبه كل شهر، اتاوى يعني، رفض، قتلتوه، انا بقى عاوز ديته. من الاول واحنا عارفين انكم عيلة مزعجة وما كناش هنصفر ابوك عشان كده. ده مش اخوك التاني الافوكادو سبانخ اللي قلب الدنيا عشان 1000 جنيه؟ احنا بقى مش هنديلك ولا مليم. عارف ليه؟ لان احنا بنعمل بما حلله الاسلام. صحيح الاسلام حرم تجارة الرقيق وتجارة العبيد، انما ما حرمش ابدا تسهيل سفر الناس الغلابة والموظفين والعمال الى ارض الله الواسعة. بتتكلموا عن الله والاسلام يا كفرة يا كفرة. خلاص تضرب البيت. ايه يا ابوك اضرب البيت يا العين في على الحاجة دي. حد الراجل اللي فاتح جوتنا Thank you.
دعوة قوي، ومن هنا ورايح هيبقى لي دعوة أكتر من الأول. هبلغ عنهم البوليس، هروح لرئيس الجمهورية، هم عايزين أبقى سبانخ زيهم لإما يجننوني. بعد الشهادة عليك يا حبيبي. لكن لو هم هيجننوني ولا أنا عمري هبقى سبانخ، هحاربهم. واللي أنا مقتنع بيه من هنا ورايح هعمله، وهعمله فورا. اي حاجه تعملها انا معاك، فاهم؟ لا ابويا ولا امي ولا حتى اخويا الحمار هسمع كلامه. خلاص انت بقيت كل حاجه في حياتي، كل حاجه بالنسبه لي. عارف يا احمد، انت مش بس الراجل اللي بحبه واللي هتجوزه، انت زي ما تكون حته مني، ابني. من كتر خوفي عليك لحد يقرب لك او ياذيك بيبقى نفسي اخبيك جوايا عشان محدش يقرب لك. انا بس اللي اشوفك، انا بس اللي احس فيك. احنا لازم نتجوز يا دار. يا ليه؟ يبقى نتجوز ودلوقتي. وابويا واخويا الحمار ينعل ابوك لابو اخوك الحمار من غير شتيمه يا احمد. ايه ده؟ ده مكان عمل يا دكتور، الحاجات دي لها اماكنها. دي مراتي يا حمار. خد شيل الهبابه دي. طيب. خد فرشتك واتكل على الله انت بره. كده؟ بركه اللي اتجوزت بالسلامه. ايه في الباب من بره يا خفيف. حاضر. اجيب 80 كلمة في الدقيقة. بيبصولنا يا ابو حميد. مساء الخير. ايه ده؟ هو انت؟ مساء النور. عاوز ايه؟ لا لا ولا حاجة، انا بس كان كاوتش العربية فرقع والكاوتش عايز نفخ. الله 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 الله، مكان العمل اتحول. ارجوك لو سمحت، دي مراتي، انت فاهم؟ وبعدين انا دكتور يا سيد، مش فاتح محل كاوتش. على العموم هو كاوتش العربية فرقع، ولو سمحت تسلفني حمار من دول عشان يوصلني لأقرب مركز. دول؟ دول مش حمير، دول معيز. دول معيز؟ أيوة دول معيز.
طيب ممكن تسلفوني المعزه دهي عشان اروح بيها المركز؟ مش ممكن، دي عيانه عندها بالهرسيا. مالكيش دعوه انت، كل الناس عندها بالهرسيا وبتشتغل زي الحمير، قصدي زي المعيز. مش انا اللي اعمل كده يا استاذ. ايوه مش هو يا استاذ، الحمير بتاعته. قصدك المعيز؟ المعيز يا دارة. ايوه قصدي المعيز بتاعته، هو بيعملها احسن ما انتوا بتعاملوا البني ادمين بتاعتكم. الله 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 الله، ده احنا اتكلمنا بقى في السياسه. جرايه يا استاذ ملاك، جرايه يا كابتن ملاك، مش كده يا اخي؟ عمال اتكلمك في المعيز والحمير والبلهارسيا وانت تقول لها سياسه؟ اتفضل امشي تعالى بره. أيوة. وانت يا بني ادم، هي ايه السياسه غير الحمير والمعيز والبلهارسيا؟ اه هيودي نفسه في ده يا اداره. طلعيه بره يا اداره، طلعيه بره. ايه ده مش كويس كده، خلاص وجع دماغك، اتكل على الله. ان ما وريتكم النار. على فكرة انتوا مش شادي، انا راجل دولي. مش ربنا ايش في الكلام ودره، امشي. طيب معدنا قريب قوي، وقريب قوي يا احمد يا سبان، انت والشوسة اللي معاك. مشي غار، اخيرا بقينا لوحدنا. بدل ما تقف معايا وتخلصني منهم، اهو كده هيخلصوا عليا انا ومراتي. ما اقدرش اقف مع منظمه ارهابيه ضد منظمه ارهابيه ثانيه. منظمه ارهابيه ايه يا بيه؟ احنا جلابه. خد انت خالص يا سوسه، عايزني احميك اعترف مين اللي معاك في المنظمه؟ انهي مطار هتهاجموه؟ ايه خطتكم؟ انا اعترف. ايوه انا مره قابلني واحد طويل وله شنب. اسمه ايه؟ معرفش اسمه. قابلتيه فين؟ شركه كنت مقدمه فيها طلب تعيين. قالك ايه؟
قال لي لازم تكتبي 80 كلمة في الدقيقة. وبعدين؟ ومن ساعتها المكنة هارية صوابعي. كل اللي أنا طالباه من ربنا 80 كلمة في الدقيقة عشان أقدر أتوسط وأتجوز. وأنا في مرة واحد ورداتي طلب مني ان اخلي القرد بتاعه ويرقص المحافظ ومره واحد فلاح طلب مني اقول له انت احمرته الحامل هيبقى ولد ولا بنت لا عرفت اخلي القرد يرقص ولا عرفت ابن الحمارة هيبقى ايه ده اكيد خدوهم على المستشفى ولازمتها ايه المستشفى يا كابتن هنتعالج في البيت احسن لا في المستشفى عشان تتربوا ونشوف مين اللي هيجنن التاني نبقى نتقابل في عمر بكر تسأل انت الفول جهزوا الاستقبال رشد الحاج حسنين 775 300 رشد الحاج حسنين سيادتك بتقول بعد المستشفى اللي عزف عمر مكرم قدامك نقطتين وتسافر للعلاج في الخارج بس الكوميسيون واقف في سكتك بص كوميسيونه بصي بص انت خط العمر قصير عندك سرطان بس عملت اشعة وتحاليل وقالوا لي ما عندكيش حاجة ايه ده بقى هو مش قالك هنشوف مين فينا اللي هيجنن التاني دول لابسين زي بعض الدكاترة زي العيانين نفس اللبس عشان ما نعرفهمش من بعض كان لازم نتخلص منهم يا إدارة الحكاية دي ما تنفعش خالص لا القتل ما يحلش مشكلتنا يا أحمد المهم إن ذواتنا المنكافئة على الداخل يجب أن تمر عبر سرمدية الصراع يعني إيه؟ مش عارفة أنا سمعت أخوك حسن سبانخ بيقول كده ما تقولي سبانخ دي ما بحبش أسمع الكلمة دي وكلام حسن أخويا قلتلك 100 مرة قبل كده تنسي خالص إيه في إيه واحد بيتكلم مع مراته حبيبته إيزي 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 يا كابتن مش كده يا أخي أحمد ده مالك أعصابك المهم ما نمكنهمش من عقلنا مين اللي عمل فيكم كده تشوف سعادتك دول مين دول مع علم سيادتك ان دول غير ده لهم غير دوكهم ابسوليوتلي ايوه في الحقيقه يا فندم لا اداره بلاش رغي البي باين عليه شخصيه محترمه ومسؤول وهيقدر موقفنا شوف ساعتك احنا كنا في العياده يحولاني الى المشرح ايه عاوزين يجننونا خدهم على قد عقلهم يا احمد خليك يا عندك عادة في شبرا وعادة في الزمالك وحتموت من التخمة ولا عارفين يا مجنونة اما نشوف اخرتها معاهم ايه معقولة مليانة ميتين يا احمد الحكاية مش لعب لا شوف حضرتك بلاش انت انت باين عليك هتفهمني بلاش يا احمد ده باين عليه حمار شوف بقى مش فاضل غيرك انت وحتى بقى انت كمان لو طلعت حمار يبقى لازم تفهمني انت فاهم ايه في ايه شوف يا حضرت
انا زميل وعاوز اسال سؤال. احنا بنلعب بنهزر، مشكله؟ لعب ايه وهزار ايه يا استاذ؟ دي المستشفى الخاصه بعمليات الانتربول، الشرطه الدوليه، احدث مستشفى في العالم لعلاج مشاغبي العالم الثالث. يبقى المفروض الاول ندخل اوضه العمليات نموت فيها وبعد كده نروح المشرحه. امال شوف سعادتك بنفسك، ده خط العمليات، امال ده خط المشرحه، وده ده خط اليوم، عشان كده لازم نروح اوضه العمليات الاول. بلاش يا احمد. بلاش يا استاذ، اسمع نصيحتي. ارجوك بلاش يا احمد. ولا كلمه. حاضر. قلت يا زميل. ايه ده؟ ده القلب. وايه ده؟ بيت الكلاوي. ارموا الباقي في المشرحة. مصلحتكم كويس ما كانوش جابوكوا هنا. هم مين؟ انا مش فاهم حاجه خالص. انت فاهمه حاجه يا اداره؟ هنشك في وداني لو كنت فاهمه حاجه يا احمد. ثم لو كانوا هم زي ما بيقولوا عن نفسهم. هم بيقولوا ايه عن نفسهم يا اداره؟ ورش عرفني، احنا كل اللي شفناه كارت اصفر عامل زي ابونيه الترماي مكتوب عليه بالانجليزي. مش عرفك انه مكتوب بالانجليزي؟ مش يمكن الماني او امريكاني؟ هو الامريكاني غير الانجليزي يا احمد؟ مش مهم يا أدارة، مش مهم. المهم ان الناس المحترمين دول لازم يعرفوا ان احنا عارفين مصلحتنا كويس قوي، وان احنا اللي لازم نقولها، لا امريكاني ولا روسي ولا غيره. ما هو لو سيبنا كل واحد يعمل زي ما هو عاوز المجتمع هيبوظ. افهم الاول، انتوا هتعملوا فينا ايه؟ عارف غسيل المخ؟ اسمع عني، هنعمل لكم درجة متقدمة من الغسيل، نظرية جديدة اسمها الغسيل الكلي. يعني مش هنغسل لك مخك بس، لا، احنا هنغسل الأعضاء والقلب والمعدة، هناخد كل حاجة ونغسلها ونرجعها مطرحها عشان تخرج من عندنا مبسوط من كل اللي حواليك، متوافق مع المجتمع. بالذمة يا دكتور، ده مجتمع يستاهل اني اتوافق معه. لا لا ايوه برضو بيقولوا لا وبصوت اعلى، معناها ان في حاجة غلط في العملية، او هما ما عندهمش استعداد للتوافق. التوافق عندهم منعدم. انا بقترح
اننا نحطهم تحت الملاحظة وتحت قوات امن مشددة لان الخطر منهم هيبقى كبير. الو قادر، الو قادر، القوات احتلت الموقع، حول. الو قادر، الو قادر، القوات احتلت الموقع، حول. اي حركة هنضرب في المليان. عنبر اتنين القفل. اجهز مجموعة القناصر. ايوه احسن كده رجالة. طب في نور هناك. الدنيا نهار يا فندم وده نور ربنا. ايش عرفك؟ مش ممكن تكون خدعة؟ تدور نفسك مكتب بعد الظهر. عسكري عبد المجيد اتحرك شمال. فريق المزارات استعد. حلوة. فريق القاص السريع. احسن فريق القاص. خلاصة. خلاصة هياخدوا اماكنهم. برافو. ايوه كده يا سود. هوب 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 هوب. مش قوي كده. هدارة هدارة ما غسلوك يا احمد ولا غسلوني ولا حاجة. مش معنى انا اللي غسلوني. يا عبيطة انت مش قلت ان اهم حاجة عقلنا؟ غسلوه يا احمد. بقولك ايه، اعملي نفسك مغمى عليكي وملكيش دعوة. انت تتقفل بلا تعقيم بلا كلام. سامع دوشة يظهر ان الضابط ملاك جاي يقررنا. اي سؤال؟ يتفتش سلك سلك. غسلوني يا بيه. الست الحامل دي هناك تتفتش. برافو عليك. يمكن مش حامل. برافو عليك يا ضهر. انا اشم ولو كان في الصين. جلدك معايا يا دارة. غسلوني يا بيه. أدارة أدارة. أنا أرفض وأحتج. أنا لا أسمح إن اسم مراتي يبقى كده حاف من غير هانم. أنت متجوزة على جوز يا هانم. غسلوني يا بيه. وأنا كمان غسلوني. بس أنا بقى وسخت نفسي. مش كده يا دارة؟ هديت حالي من الغسيل يا أحمد. كل ما حد يزعلك ولا يظلمك توسخ نفسك. تشيل التراب وتحطه على راسك ليه؟ حطه عليهم هم. كلام سياسة بقى. سياسة ايه يا بيه دي عدته؟ كل ما حد يزعله يقعد يقول انا وحش انا وحش ويجيب التراب اسم الله على مقامك ويحطه على راسه. ليه يا ربي ليه؟ عملت فيكم ايه عشان تبهدلوني كده؟ يا عيني يا عيني. بس يا حبيبي صد يا ابن نام. نام نام يا حبيبي نام. بسم الله الرحمن الرحيم. اطفي النور يا استاذ، خلي الواد ينام. تعالي هنا يا بنت، بلاش الحركات دي معايا، خليه يتكلم. غسلوني يا بيه. هبهدلك. انا لا اسمح انني اطالب بالتحقيق. وأنا كمان بطالب بالتحقيق.
عذبوني يا بيه، هي كلمة واحدة قلتها، عايزة أتجوز، وطلعوا عليا عشان تتجوزي لازم يبقى في سكن. نجيب لك سكن منين؟ عايزة عفش، الخشب بيجي من بلاد بره، وبلاد بره عايزة عملة حرة، وكمان هتخلفي. تصور سعادتك يا بيه، كانوا بيكلموني في الكلام العيب، ومن ساعتها يطلعوني من الميه السخنه للميه الساقعه. ده كلام في اصلها عليا انا؟ والسلك الكهربائي يا بيه؟ بلاش حكايه السلك الكهربائي ده، سيبني احكي لفضيله القاضي كل حاجه يا احمد. ما تجرحيش رجولتي يا اداره ارجوكي. اسمعي يا تيتي، هو شغل العيال ده مش معايا، دي فاهمه؟ غسلوني يا بيه. اقعدي، تعالى انت هنا اقعد. اسمع الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، انا مش فاهم منه حاجه. انا عندي طيارات بتتخطف، عندي بيوت بتتنسب، وانا عندي امساك جامد قوي. جيلك انا ايه ده؟ معناه ايه ده؟ ده معناه اني مت. بتقول ايه؟ لما الاجراس دي تضرب والانوار تنور معناها ان المريض مات. فين انتوا؟ هتشوف بنفسك. لو سمحت يا دكتور، الاجهزه دي لما تزمر يبقى معناها ايه؟ معناها انك مت. ها آه. شفت يا ملاك؟ وسعادتك اللي ده يا دوبك حطيت ايدي على السرير. ارجوك، يبقى سعادتك قتلته. لو سمحت، سعادته موت الاستاذ. موت مين وبتاع مين؟ اوح في علم بقى يا ملاك، اوح يا بولي اوح. Entschuldigung, mein Herr, aber die Konsequenzen von so einer Situation kann ich nicht annehmen. يعني ايه؟ يعني ما نقدرش نتحمل مسؤولية جريمة زي دي. مسؤولية جريمة ايه؟ ده انا رئيسكم، ده اللي عامل ده كله. Aber es kommt nicht zum Töten. يعني مش لدرجة القتل. قتل ايه يا حيوان انت وهو؟ ثم اننا ما نضمنش. لو حصل حاجة من اللي بالي بالك ما يقدموناش للمحاكمة. بالي بالك ايه وبالك بالي ايه؟ انتوا مصدقين المجانين دول؟ Wir müssen sie leider festnehmen. دي انا عارفها دي. ما تضيعش نفسك انت وهو. اذا كان عندك اقوى الاولى في النيابة. نتفاهم يا اخوانا نتفاهم. بفيلة زين بفيلة. ده يروح المشرحة. مشرحة ايه؟ ده اصل كل الحكاية ان انا ومراتي. هتقاوح في العلم انت كمان؟ مش حكاية مقاوحة. طب ايزي 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 يا كابتن، ايزي ايزي يا اخوانا، ايزي. الله الله. طب ايزي. هياخدوك فين يا احمد؟ جدع اخدوني فين يا بابا؟ المشرحة. السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا ابني. سوق يا اخويا، سوق يا اخويا، براءة على صوابعك. انا بحملكم المسؤولية. هيهرب مننا ومش هنعرف نقبض عليه تاني. المجتمع الدولي السنة دي بيحتفل بعام مكافحة الإرهاب. ومش ممكن هيتم هذا الاحتفال واحد إرهابي زي ده طليق هو ومراته. وحيث إن أنا دولي، أنا مصر انك تتصل حالا دلوقتي بسكرتير عام الامم المتحده حالا وفورا. Minister von Vereinten Staaten. Mhm. 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 Minister von Vereinten Staaten gratuliert den Kommissar Malak. Hallo. اه قال له. قال له ايه؟ قال له مفيش ضابط في بوليس الدولي اسمه ملاك، واكيد ان سيادتك مجنون. دول اكيد اخترقوا اجهزه الامم المتحده، حتى شوف.
انك تعترفي يا اداره. قولي مين اللي وراكم؟ انهي منظمه دربتكم؟ قصدك ايه؟ انا كمان مت. قصدك الراجل المجنون يجي يقبض علي. بس انت كمان هياخدوك مشرح. Komisch, im ganzen Gebäude gibt es keine Toilette. بتدور على حد يا سيد؟ انت مين الاول؟ سابع تعالى مد الجنبي احسن. الدكتور ده مجنون لا يسلمك لا يشرحك. تعال. انت رايح فين؟ رايح اولع للراجل الطيب ده. الطيب ولعت النور ليه؟ انت ابوك سافر ليه؟ زي كل الناس ما بتسافر علشان يجيب قرشين. عشان يجيب قرشين ولا عشان يجيب انابل ومسدسات؟ عشان يجيب قرشين ولا عشان ينسى في السفارات وينسى في الطيارات؟ اتكلم. مش عارفين نموت. حاضر اتكلم. اقول ايه؟ طيارات ايه ومسدسات ايه؟ انا راجل دكتور بيطري غلبان وعلى قد حالي، وكل المطلوب مني وكل اللي اعرفه ان اداوي القطط والكلاب واخلي القرود ترقص للمحافظ. ترقص لمين؟ هو الراجل ده ماله قاعد كده ليه؟ هو في حد في دينا كده يموت وهو قاعد؟ انا ابويا مره مات وهو قاعد. ايه ده؟ مره؟ اه. امال تاني مرة بقى مات ازاي؟ ابويا ما ماتش غير مرة واحدة بس. ثم انا لا اسمح لك اطلاقا انك تجيب سيرة ابويا على لسانك. انت فاهم؟ اتكلم وقول الحقيقة. كده موتها هي كمان. هي مين؟ حبيبتي ادارة. حبيبتي ادارة. اتكلم بلاش تعبان. اتكلم وقول مين اللي بيمولك. بيموني؟ هو انا لو كان في حد بيموني كنت بقيت بالحاله دي؟ اتكلم قول ايه الحقيقه. اتكلم. عايز الحقيقه يا حضره الضابط؟ ابوس ايدك. ابوس
ابوس ايدك قولي لي الحقيقة. انا هقول لك الحقيقة. اي ما قولي لي الحقيقة، طول عمري بقول عليك انك عاقلة، عاقلة وبنت ناس، ولو ان اخوك حمار. شايف الصوابع دي؟ اجمل صوابع في الدنيا. اهي اجمل صوابع في الدنيا مش قادرة تتجوز، وعشان تتجوز لازم تجيب 80 كلمة في الدقيقة. خدت من ابويا وجبت مكنة وقعدت ليل ونهار اكتب، ليل ونهار اكتب اكتب اكتب. تعبت، مش قادرة، مش عارفة اجيب 80 كلمة في الدقيقة. الروماتيزم وصل لصوابعي وانا مش قادرة اجيب 80 كلمة في الدقيقة، بس ده اللي مطلوب مني عشان اتجوز. وانا كمان علشان اتجوز لازم ابقى سبانخ. انت ما تختلفش عن اخوك حسن سبانخ، انت تلميذه. لا انا اخوه لكن اختلف عنه. هو عارفكم كويس وعارف انكم كدابين وافقين، علشان كده هو كمان بقى كداب وافاق. وانت؟ لا انا عارفكم انا كمان كويس، لكن انا بقى بختلف عنه، وهواجهكم واكشفكم واقضي عليكم. ومين قال لك تجننا قبل ما نجننك؟ أدارة. اديك انت اعترفت عليا، اعترف عليكي. ايه في ايه؟ وطي صوتك، حرمة الموتى. اعترفت ايه وبتاع ايه؟ دي مراتي حبيبتي. لو سمحتي قولي لنا هنخلص من الجدع ده امتى؟ بقول لك ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا الله دول اللي هيحاسبوني. الشوال ده في سيئاتي والشنطه دي فيها حسناتي. اكيد أدارة هتخش الجنه. تخش الجنه ازاي وشوال السيئات مليان وشنطه الحسنات صغيره قد كده وتلاقيها فاضيه؟ الشنطه مش فاضيه. فيها ورقة مكتوب فيها عاشت في عصر الضابط ملاك. فيزا لأجدع جنة، لعشرك روح الجنة حتف. انتوا فاكريني ايه؟ انتوا عايزين تجننوني قبل ما انا اجننكم؟ بقى انا ابني المستشفى دي عشان استعملها ليك ولامثالك، تقوموا انتوا تخترقوا الاجهزه بتاعتي وتستعملوها ضدي. سيبتني يا ملاك. وده مين ده كمان؟ مين؟ ابويا. كويس كده؟ حتى الشباب علمتوه البكا. انت مين؟ انا ابو احمد اللي مش عايز ترحمه. مين؟ ابويا. كويس كده؟ حتى الشباب علمتوه البكا. انت مين؟ انا ابو احمد اللي مش عايز ترحمه. انا الراجل الكبير اللي غلط في حق اولاده لانه علمهم وسافر بره عشان يكون لهم قرشين. قول لي انت عاوز ايه منا بالظبط؟ انا عايز اعرف انت سافرت بره ليه؟ ده اول الخير بالنسبه لي. بقى كده، ده اول الخير
وبعد كده الخيط هيكر وبعد احمد ومراته طبعا بنتي ومراتي وحسن سبانخ. حسن زيكم عشان كده مش هتقدروا عليه. انتوا اللي يهمكم الناس الغلابه اللي يا دوبك عاوزين ياكلوا وعايزين يتجوزوا. ما هو انا لو ما عرفتش انت سافرت ليه مش هترقى. انت عاوز تترقى؟ ابوس ايدك يا انت عملت ايه في الامتحان؟ نجحت في الابتدائيه وجبت 90% يا بابا. برافو. اهو بالشكل ده يبقى ضمنت تدخل الاعداد العام. تمانين في المية في الاعدادية؟ هايل. يبقى بالشكل ده ضمنت تدخل الثانوي العام. انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ بذاكر في الثانوي علشان اقدر اجيب مجموعه وادخل الجامعه، وبذاكر في الجامعه علشان اعرف اجيب تقدير واتوظف، وبتجدعن في الوظيفه علشان يزيد مرتبي واترقى، وبدور على شغل بعد الظهر عشان اعرف الاقي سكن واتجوز. تعبت يا بابا، تعبت يا بابا. مفيش فايده، مفيش فايده، مفيش حاجه بتحصل، مفيش حاجه بتحصل. انا اسف يا احمد، مفيش حاجه، لكن هعوضك انت واختك عن كل حاجه. انا هسافر بره، هروح اي بلد، هقبل اي عقد يجيلي، هحط القرش على القرش، هجوع عشان اكفر عن غلطتي. ارجوك يا احمد اقبل اعتذاري لاني 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 علمتك. اقبل اعتذاري، اقبل اعتذاري، اقبل اعتذاري. انت هتجددوني رجاد. انت مجرم بتضرب الناس بالرصاص. بابا خليك مطرحك يا تافه يا طويل يا اهبل. ليه بس يا بابا؟ كنت بعلمك واكبرك عشان تبهدل الناس يا ملاك. بابا انا اخرس، لا انت ابني ولا اعرفك. كنت ابني لما كان حلمك هو حلمي، لما كنت بتسالني وانت في حضني امتى هتكبر عشان تخلي كل واحد في بلدك يلاقي لقمته وسكنه، لما كنت بتقول ان نفسك تبقى كبير عشان تنتقم لبلدك من اللي بيذلوها مره بالحرب ومره بالدولار. حد يقدر على الدولار يا بابا؟ تفو عليك وعلى الدولار وعلى اليوم اللي خلفتك فيه. يا بابا افهمني، الظروف الدوليه ثم مش انا لوحدي اللي مسؤول، انت كمان وبابا. ثم مين قال لكم ان انا عايز اشتغل الشغلانه دي؟ انت اللي كنت عايز اشتغلها من الاول عشان تتباهى قصاد اصحابك اللي بتقعد معاهم على القهوة. ابني لبس البدلة الميري، ابني لبس البدلة الميري، وماما كمان كانت عايزة تتعتق من طابور الجمعية. البدلة الميري اديني لبستها. يبقى هتقلعها يا حبيبي. مش عارف هي الساعة كام معاك دلوقتي؟ 12 لـ5. ياه، بقول لك ايه، الناس اللي انت جبتهم هنا وقتلتهم عفاريتهم بتيجي. بقول لك ايه، يلا بينا نخرج ونكمل التحقيق في حته تانيه. تحقيق ايه وزفت ايه بعد الكلام اللي قاله بابا؟ انت بتعمل ايه؟ انت لازم تتنكر علشان الدكتور المجنون والظباط اللي بره ما يعرفكش. انت شايف كده؟ امال. طب هات لي نظاره. طيب يا بابا، طيب طيب زق بقى بعيد عننا، نروح حته ما فيهاش عفاريت. ها؟ ما تسمعش كلام ابوك. اوف، الريحه هنا فظيعه جدا. مفيش فايده، من قبل ما يموت ولا عايز افهمه. مفيش فايده، حتى امي كمان كرهتني، خلاها تكره. ليه؟ مش عارف. ده انا عبد المأمور يا بابا، دي اوامر ولازم انفذها. اوامر وبنفذها بابا، وانا من كثر تنفيذ الاوامر
ما بقتش محتاج لها، بقيت انفذها قبل ما تجيلك. ما بقتش محتاج لرؤسائي، ما بقتش محتاج لاوامر. اوامر ايه ورؤساء ايه؟ ما انا عارف كل حاجه. ايوه انا عارف كل حاجه. انت عارف كل حاجه؟ ايوه عارف كل حاجه. طيب انت رايح فين؟ دي مساء الخير يا كباتن. انت عاوزين الظابط ملاك؟ اه انت عايز انا. حد خرج من الباب اضرب في المليان. تمام تمام يا فندم. قتلتم كم واحد لغايه دلوقتي؟ 10 يا فندم. الله 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 الله، بارك الله فيكم، ربنا يخليكم للبلد. المجرم احمد هرب يا فندم. نعم نعم يا اخويا، وانا غرقان بدمي بعد ما غرقتوني. اجري روح حاضر المنطقه. هاتولي المبلغ بتاعك. على فكره بيت الكلاوي اللي هناك ده بتاعي. Yes, Your Excellency. Speaking of Sabanich, we'll be laying our hands on him soon, sir. Oh, yes. القميص الأول يا حيوان. وأنت البنطلون. Oh, yes, sir. Excuse me, sir. Well, terrorism. That's the end game of terrorism, sir. I must assure you this. Their honeymoon will be over in a few days, sir. I assure you this. This is just our precise goal, Your Excellency. سرقنا ويجيبوك الجنة؟ جاتك داهية أنت وأمك. إيه بتاكلي لحمة؟ روح هات لي كوباية لبن. هات كوبايتين لبن، واحدة ليا واحدة بتاعت اللحمة. مين؟ ليلى مراد؟ أنا قلبي تاني قلبي حبيبي، أنا قلبي تاني قلبي حبيبي، دايماً يبكيني وما صدق قلبي، أنا قلبي تاني. إيه 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 إيه
اتصلي باحمد يرجع فورا. اتصلي بيه. ابو حميد. ايوه يا اداره. قولي له يرجع. ارجع. هو فورا. فورا. مش هرجع يا اداره. وهقلب الناس عليهم. سامع صوت الجماهير. صوت الجماهير ايه يا اقرع؟ اقرع؟ طب شوف انا هعمل ايه؟ هفهم الغلابه اللي زيي ان اللي قتل ابويا امبارح ممكن يموت ابوهم بكره. شوفي بقى. نعم. ما هي ترمي ده هتقفل ايه؟ تحت امرك. اسمعي يا بيه. انا مش هغلب فيك. مرة تقولي لي غسلوني يا بيه. والمرة التانية جايبالي ملاكين حواليكي. والمرة التالتة عاملاني الجنة جوه كباريه. اسمعي يا بيه. انا مش فاضيلك. انت عايز مننا ايه؟ بتسيبنا في حالنا يا اخي. ارهاب ايه اللي انت متهمنا بيه؟ بدل ما تتكلم عن الارهاب روح شوف مين السبب فيه. اخبطها اخبطها اخبطها. اظن دلوقتي هتتكلمي. دلوقتي بس لو قدرت اكون ارهابية هبقى ارهابية. طيب عايزة تبقي ارهابية مش كده؟ مين دول؟ دول النار يا ادارة. النار مش دي الجنة؟ دول النار. ومين ده كمان؟ ده زميل اللي اغتصب سعاد حسني في فيلم الكرنك يا معالي. وانت جاي تنايل معايا ايه؟ مش عارف يا بنتي. مش عارف ده ايه؟ تعمل اللي عمله زميلك في فيلم الكرنك. عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ افتكرت افتكرت. الله يخرب بيتك. هو انت فيك نفس؟ ربنا المعين يا بنتي. كويس اللي بيجرالك ده. ما تخافش عليا يا ابي. لكن الزهر مفيش فايده. لازم اقول الحقيقه. يا حبيبتي لو قلت الحقيقه هيبهدلوكي اكتر. قولي اي كلام كده. خلصي نفسك. لا مش هقول غير الحقيقه. ملكت راجل دولي. حسن سبانخ مش كده؟ ايوه. قال لك ايه؟ قال لي اضحك عليكم بس انا مصره اقول الحقيقه. برافو عليكي. هايل هايل. هتقولها كرسي. النار تمشي. تعالي تعالي بقى. عايزك تقعدي وترتاحي. ولو اتكلمتي كويس هنجوزك من غير ما تجيبي 80 كلمه في الدقيقه. وهنوظف لك اخوك الحمار كمان. رجالتك يا ملاك مش كده؟ لا لا دول اكيد رجالة العصابة الارهابية اللي بتنافسكم. ايه ده؟ لا 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 قول الحقيقة يا ملاك. الحقيقة
الحقيقة افتكر ابوك قالك ايه؟ بابا انا ما كنتش وحش زي ما بابا كان فاهم. لا انت وحش. لا وابوك قال عليك انك طويل واحبل. لا لا هو اللي كان بيكرهني عشان كنت دايما احب انام ما بينه وما بين بابا. ايه ده لا انت ولا ابويا هيقدروا يمنعوني من هدفي. عارفه ايه هو هدفي؟ هدفي ان انا احميكم، احمي كل واحد، احمي كل الناس، احميكم من انفسكم، احميكم من الافكار الهدامه اللي بتدمر حياتكم. خدوها حموها يمكن لما تنضف تعرف تتكلم. اخواني العدل هو الشيء اللي انت حاسه جواك مش اللي بيتفرض عليك، اللي انت شايفه مش اللي بيتحكي لك عنه. واحنا من حقنا نطالب بالعدل اللي احنا عاوزينه، العدل اللي ينظم حياتنا زي ما احنا عاوزينها. محدش منهم هيسمعك عشان يرد عليك. يعني ايه؟ بص لكن انا فاهمك ونفسي اكمل معاك. معاك حمار؟ معايا. تعالى ورايا. كمان زي العدل اسبابه جوانا ومحدش هينقذنا منه غيرنا احنا، اللي لازم ننقذ نفسنا لاننا زي ما عارفين العدل عارفين الظلم وبنسيب ناس مننا تظلمنا، والاكتر من كده ان احنا دايما نظلم نفسنا، دايما دايما نقول احنا غلابة، احنا ضعفة، احنا مش قدهم. لا بقى، ده احنا قدهم وقد اللي خلفوهم. احنا مش غلابة، احنا مش ضعفة. ما تتعبش نفسك، محدش هيسمعك، مش فاضيلك. التهمة هتتجوز من واحد بيشتغل في بلد عربي، الكل فرحان، الكل بيحسب الهدايا اللي هتجيله. والحل، الحل انا فاهم معك حمار. الظلم كمان زي العدل اسبابه جوانا ومحدش هينقذنا منه غيرنا، احنا اللي لازم ننقذ نفسنا لاننا زي ما عارفين العدل عارفين الظلم وبنسيب ناس مننا تظلمنا، والاكتر من كده ان احنا دايما نظلم نفسنا، دايما دايما نقول احنا غلابة، احنا ضعفة، احنا مش قدهم. لا بقى، ده احنا قدهم وقد اللي خلفوهم. احنا مش غلابة، احنا مش ضعفة. ما تتعبش نفسك، محدش هيسمعك، مش فاضيلك. التهمة هتتجوز من واحد بيشتغل في بلد عربي، الكل فرحان، الكل بيحسب الهدايا اللي هتجيله. والحل، الحل انا فاهم معك حمار. دمروها، خربوها، ونشتكينا يا اخواني تبقى خونة، مجرمين، عملاء. لما يلاقونا هنبتدي نتكلم هنفضفض، يطلعوا لنا نشيد في حب البلد. تصوروا ايه يا جدع انت ده؟ مش عارف ان ده ممنوع؟
مفيش خطر منه يا فندم. بتاع كلام. احنا مأمنين المسائل كويس قوي يا فندم. نام مطمن يا بيه. يا نهار ابوكم اسود. ارجع زعيم، ارجع زعيم، ارجع زعيم. زعيم يا ولد الكلب. ارجع زعيم. بقى اسمعي يا شفرة، بقى هلا هلا على الجد. انا مش هتكلم غير قدام محامي. محامي تعلمتيها. هو كده. بقولك ايه، خلي راجل من رجالتنا يلبس نظيف ويجيب معاه شنطة، هيعمل محامي. هجيب لك محامي وقدامه هقول كل حاجة. قصدك ايه؟ هقول انك قلت ان امريكا هي السبب في الارهاب الدولي. انا؟ انا قلت كده؟ وهقول كمان ان انت لما جيت العيادة سرقت الحمارة وحاولت تحتدي عليا. انا؟ لكن ده ما حصلش. هفتري عليك يا اخي والقضاة هيصدقوني. من غير شهود؟ مين قالك ان مفيش شهود؟ البقر والحمير والمعيز كل دي شهود. انت فكرك ان دول بقر وحمير وميز؟ لا، دول بني ادمين زي زيك. روح هاتوا لها دم. تعالي. انت كده بتضطري ان انا اخلص عليك. فاهمه؟ مش هتقدر طول ما احمد بره، مش هتقدر تعمل فيا حاجه. اللي بتعمله يا احمد يا اخويا؟ الجنون لا يواجع الا بالجنون يا حسن. غلط، بتضيع وقتك وهتضيع حياتك. يعني عايز نعمل ايه يعني يا حسن؟ اعترف. اعترف بايه؟ الف لهم اسم منظمه وحط اسم الواد ملاك وكل اللي عارفينك في عيشتك، يعدموهم. ويبقى اسمي احمد سبانخ. ما هم من دلوقتي بيقولوا لك احمد يا سبانخ. ثم مالها السبانخ؟ حلو. انا بقى ما بحبش السبانخ. ايه ده؟ بندق بلجيكي بروحين. ايه؟ مش عجباكم؟ طيب. يا ابني الكلب، ما طلعت بقى. مش رصاص يا ابوي، دول كانوا بيفتحوا ثلاث جزايز شمبلي التش. بتقول ايه؟ كويس كده يا مدام، جوزك بقى قاتل. مش ممكن. هتشوفي بنفسك. ايوه هي دي. هي ازاي يا والدي؟ اذا كانت هي طول الوقت معايا يبقى هي ازاي؟ يبقى اكيد اللي شفته جوزها. اصل العشره يا فندم بتخلي الاسباب شبه بعض. اكيد جوزها، يعني انا ومراتي. حضرتك اتكلمت معاه؟ سالته صوت الرصاص ده ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي ده مش رصاص، دي شمبانيا. قال لك تش. ايوه تش.
يبقى هو. ايه تشي يبقى هو ده؟ احنا رجعنا للجنان تاني. جوزك قتل ثلاثة يا مدام. وناقص الرابع. قصدك ايه؟ هقول كل حاجة. قول. أنا كنت قاعد أزور باسبورتات. أنت مزور. بس مش ده المهم. دخل بحماره من الباب. أنت متأكد إنه دخل بحماره؟ أرجوكي. وقال لي حموتك واشرب من دمك زي ما بتشرب من دم الغلابة. خلاص مش بيتو أنت؟ شكراً. حاولت أقنعه بالذوق مفيش فايدة. قلت ما بديهاش. اضحك عليه يا واد. رحت على أوضة المكتب وهو ورايا. لقيت الحكايه مش نافعه. الاوضه ضيقه وهو حماره ما شاء الله. رحت على اوضه السفره جه ورايا. هو وحماره؟ ارجوكي ما تقاطعنيش. قلت له على فكره انت غلطان. حتى بص جوه الدرج واول ما قرب رحت زق هو وحماره وقافل عليه جوه الدرج. نعم. وهو دلوقتي جوه الدرج بحماره. بحماره. ايه رايك يا سلام؟ مساء الخير. لو ما طلعتش بره الدرج هخلص على مراتك. يعني مفيش حد بيرد؟ يجوز حضرتك مزعله. انت عملت فيه حاجه؟ ايه رايك؟ يبقى هرب من الدرج. كسر باب الحمام. يا لهوي وانا عريانة. دخل عليا وقال لي انت اللي كنت بتطلعي في الاعلانات، خليتي ابويا والناس كلها تجري ورا الفلوس عشان تشتري الحاجات والمحتاجات. رحت فاتحه الحنفيه وزقاه جواها بحماره. دخلتي جوا الحنفيه بحماره؟ بحماره. دخلت المواسير بحماره يا مدام. تفتكري الصرف الصحي في البلد هيستحمل ده؟ السوسة دي على بيتها. إما خليتك تسهلك المواسيد الصبح.
ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ اتنقبنا ما عجبناش، لبسنا عريان ما عجبناش. ايه؟ انا مش بسأل على كده، بسأل على اللي انت عاملاه ده. هتفسح، هتهوى، مخنوقة منكم. سوق يا قصة. شفت اللي على ظهري؟ ايه ده ان شاء الله؟ اسم الله على مقامك، ابن اختي. رايحة ظهر. عند الحلاق. بقول لك ايه يا استاذ؟ خلي الاستاذ ده فسحه معاك شويه. انت سباك؟ ايوه. فين زميلك الحمار؟ موجود يا فندم. ابعتهولي. هو بس صوته متغير شويه. كويس كده، حتى الحمار ما تقتلش. طب دي محطة اتوبيس وفهمناها، ايه حكاية الجرايد دي؟ الشمس جامدة يا مدام. اللي انا نفسي افهمه، انتوا بتشتغلوا معاملات مش كده؟ طب ايه رأيكم لو خليتوا شغلتكم انكم تقبضوا على اللي قتل ابو احمد واللي عمل شروط الجواز 80 كلمة في الدقيقة؟ مش يبقى احسن لكم ولنا؟ حاسب الاتوبيس يا مدام. لدرجة دي؟ رصاص مدام. رصاص. فريد. رد عليكم. اعتقل الوقف في عدارة. هادي. 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 ايه ايه. رعب. مدام في مع طريقة في رعب. اوبا مش كده؟ محطة اتوبيس مش كده؟ السيدات والسادة أعضاء مجلس الانتربول الدولي،
باسمكم وباسم جميع الشعوب المتطلعة للسلام، دعونا نقف جميعا حدادا على بطلين من أبطال هذه الأمة. والآن وفي هذه اللحظة التاريخية دعونا نستمع جميعا إلى خطاب هو الفيصل في كل شيء، خطاب هو الآخر تاريخي، ولم لا، وقائله هو رئيسنا وقائدنا مؤسس الانتربول الدولي. التاريخية التي تمر بها بلدان العالم السالم ما حد سمعك انت بتقول ايه؟ تحتم علينا ان نشد الاحزمة ليس فقط حول البطول. ايه الكلام الفارغ اللي انت كاتبه ده؟ ليس فقط حول بطولنا. الاحزمة المعذرة. عندك مانع؟ لا هتعميك. ايه؟ هتعميك. انا عملتها معاك كده يا برا. هنعمل ايه؟ ما هو كلام. لا يا اختي لا، ما تاخدهاش حلوانك سلوانك، نامي على ظهرك، لا تعاميني.